السلام عليكم، معكم محمد عنقران، فنان المسرح ياسين النبي. كنشكر اول حاجه كنشكر امهات والاباء هذه الجمعيه اللي لهاد الاطفال اللي كيجيو لهاد الجمعيه، تبارك الله عليهم، كانوا واعرين، قدموا واحد الملحمه اللي كانوا شعراء في المستوى. وكنشكر السلطه المحليه ديال مدينه مرسين، شكرا للحمل الوطني، شكرا السيد باشا وسيد القائد. وايضا كنشكر ايمان الشبيه هذه المكسبه الرائعه اللي هاد الناس اجبروا فيها واحد المتنافس من هاد الاطفال، يعني فين يكتشفوا المواهب ديالو. كنشكرهم، برافو ليك. وش نقول لكم، انا ماشي اول مره كنشارك في الجمعيه، جمعيه رائعه جدا، جمعيه عندها مستقبل ساهر، فيها شباب عندهم مواهب مش نقول لك جباره. وشكرا ايضا لبعض الفنانين اللي جاوا معنا، شكرا لعبد الكريم الجبلي اللي دائما معنا، شكرا للصديق ديالي المساند المواهب الصاعده والجمعيه. وشكرا للرئيس الجمعيه سي انا الشيكي، شكرا للنائب الرئيس سي رضا اجليك. وايضا شكرا للجميع المؤطرين اللي كيسهروا على هذا التعطير الاطفال باش يكونوهم، ماشي ساهل باش تضرفوا وجهي وباش تخرج الطفل من واحد الازمه يطلع الخشبه بواحد، خصوصا حنا دابا في هذه الفتره اللي كاين الاضراب على المدارس. الطفل راه مقهور صراحه، الطفل راه خصو يضحك، خصك تفرح بشي حاجه تسمي مرتي نفسك، لان كنشوفوا الاطفال كاملين حاضرين ماشي هما ماشي هما هذوك، خرج من الشارع كتجبر الاطفال ما يعني راه كانت عندهم نفسيا ماشي هذيك، لان كانت عندهم مدرسه كيمشيو كيشوفوا الاستاذ ديالو، كيتلاقاو صحابو كيقرا كيزيد بحال واحد السيد كيكون خدام، وملي كتوقف له ديك الخدمه كيبقى عارف كيسلوه شي رساله شي كلمه. رساله كان رساله لجميع الامهات والاباء الذين سمعتهم، عافاكم جيبوا وليداتكم، راه القرايه اساسيه وراه معنا لاي، ولكن المهارات والاكتشاف ديالنا، نكتشفوا المواهب ديالنا، شنو عندنا داخل، شنو الطفل شنو غادي يعطي الطفل في مسيرته في المسرح في المستقبل ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا ليك انتينا، لان دائما اخبار الفجر معنا، دائما مساندان المساند الرسمي لهذه الجمعيه، ماشي غير هذه الجمعيه، المجتمع جمعيه المجتمع المدني المرسين كامل، تبارك الله عليكم والله العظيم. هذا كيرجع الفرق، هذا شرف لنا سي محمد عمقر الفنان المسرح، هذا شرف وهذا واجب. شكرا بزاف، لان انتم اللي كنشوفوكم معنا، هذا الدور ديالنا، الصحفي الواحد هو الشعب الحفيد، تحياتي لكم بزاف، هذا واجب. شكرا وتحيه لكم، نهر الاشاره دائما فيك. والدين شحال حنا ربي ذكرهم في القرآن، لازم علينا نطيعهم وبقلوبنا نحبهم، ماما هي الكنز ديالي سلوات عليا الليالي، وأبويا رجل غالي حب وعرى في بالي. أناديكم أشد على أياديكم، وأبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول اسم فلسطين مخلوقة من طين، ولكن حجارة من سجيل، بل هي عاصمة فلسطين، وستبقى 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 كنت عاصمة فلسطين. الله الله، ورجل يودع رجلا، وبطل
يودع بطلا، أعطوا وعدا لأرضهم، أقسموا أن لا يتركوها للاحتلال الإسرائيلي، أقسموا أن يرفعوا رايتهم للعلا. أجل يا سادة، إنها فلسطين وأبطالها 70 عاما من الحرب، 70 عاما من الألم والحزن، ولم يستسلموا أبدا، بل ازدادوا عزما وإرادة. كلنا يد واحدة مع الشعب الفلسطيني، كلنا يد واحدة مع الشعب الفلسطيني. من أرض المغرب أبعد سلامة، أرض الحبيبة من أجمل البلدان، من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب، عمن يكون المغربي، ثقافات مختلفة في نفس الوطن، تحيا في تناغم وانصهار عن خطاب أو سيائي وغيرهم قد يطول عن إنجازاتهم كلامي. فنحن لا نقبل العبودية ولا طمس الهوية، أرضية ليست مجرد رغبة. لا تنزل إلا فخرا بشهدائنا وعزا بتاريخنا وفرحا مولودون بنصر قريب. أنا العروسة الحسناء تنزع علي الرجال في مهري حتى أن آنست حريتي فزوجوني بالرخيص. عار على الرجولة. عليكم إلا تجيبوا ولاداتكم جمعية النجوم باش يتعلموا ويتربوا، لأن القراية مهمة وحق الإنسان يكتشف المواهب ديالو، لأن الفن ماشي هو ضروري تقرا وتمشي للرباط وإلى آخره. إذا الفن ما عليك تكون عندك موهبة، تجين عند جمعية النجوم وتبينا. وشكرا لكم.